شو هالمصيبة هي؟ منين بدها تنحل معي أنا؟ منين؟ الله يسامحك يا فايزة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أليس سيد عصام؟ سيد عصام إن شاء الله بخير. أهلين أهلين. سيد عصام هلا أنت لهلا ما نزلت دفعت الرسوم، فيعني ما بقى بدكم تركبوا التليفون ولا شو؟ لك لا لا، شو ما بدنا نركبه؟ معلوم بدنا نركبه. أنت وأهلك مظبوط؟ معلوم، أنا وأهلي وأخي معتز الله يفك أسره. أخي أبو شوكات صدقني لو مالكم كتير غالين على قلبي ما بجيب لك هالحكي هلا، بس يعني أنتوا إذا ما دفعتوا الرسوم من اليوم لبكرة اسمك رح ينشال، فنصيحة من أخوك روح اليوم ادفع الرسوم وخلص من السيرة. شلون ينشال يعني؟ خلص خلص خلص، وعد بكرة الصبح نحن عندك لندفع الرسوم. خلص تمام، خليني أشربك شي. سلم إيديك. أهلين مع السلامة. أهلين سلام. سلام عليكم. مع السلامة. مصيبة مصيبة، رح يروح علينا التلفونات إذا بكرة الصبح ما رحنا على البريد دفعنا الرسوم. أروت فا من اللي يا بي؟ من اللي أنا؟ نحن بمعيتك يا أبو عصام، يا كبيرنا يا تاج راسنا يعني. يا بي تلفون إلك وتلفون إلي ولا معتز؟ أنت حكيم الشام، معقولة ما يكون عندك تلفون؟ يا بي يعني هني أنا رايح واصل مشوار وراجع، هني شغلت 15 ورقة يعني من طرف الجيب معيتك. السلام عليكم.